فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: فأما تحريف التأويل فكثير جدا، وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمة. تحريف التأويل كثير جدا في اليهود وفي هذه الأمة، وأكثر من تحريف اللفظ. عندنا تحريف اللفظ أيضا وجد في هذه الأمة، فإن الأشاعرة يقولون في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، استولى، فزادوا اللام. نعم، زادوا اللام من عندهم، استوى قالوا استولى، فهذه زيادة تشبه زيادة النون عند اليهود في قولهم حنطة، فهذا تحريف لللفظ. وتحريف المعنى كثير، فسرون الوجه بالذات، واليد بالقدرة، والرحمة بالنعمة، والغضب بإرادة الانتقام، ويفسرون وجاء ربك جاء أمره. نعم، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ينزل أمره، أو ينزل ملك من الملائكة، ويفسرون كلام الله بأنه كلام الله في المعنى، وأما في اللفظ فهو كلام جبريل أو كلام محمد صلى الله عليه وسلم، حكاية أو عبارة عن كلام الله. نعم. قال رحمه الله: وأما تحريف التنزيل فقد وقع في كثير من الناس، يحرفون ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ويرون الحديث بروايات منكرة، وإن كان الجهابذة يدفعون ذلك، وربما يطاول بعضهم إلى تحريف التنزيل وإن لم يمكنه ذلك، كما قرأ بعضهم: وكلم الله موسى تكليما. وأما كلم الله، ربما أراد ذلك، كما قرأ بعضهم: وكلم الله موسى تكليما. وأما لي الألسنة. نعم، تفضل شيخ. يقول رحمه الله إن لما ذكر عن اليهود أنهم يحرفون الكلم من بعد مواضعه، ذكر أن هذا قد يقع في هذه الأمة أيضا، فإنهم يحرفون كما حرفت اليهود، يحرفون كتاب الله كما حرفت اليهود. فإما أن يحرفوا اللفظ كما ذكرنا في كلمة استوى قالوا استولى، أو يحرفون المعنى كما في كثير من آيات الصفات، يفسرونها بغير تفسيرها، فيقولون في قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا ينزل أمره، أو ملك من الملائكة، وجاء ربك أي جاء أمره، أجاء أمر ربك، إلى غير ذلك من تفسيراتهم الباطلة. فهذا تحريف للمعنى، لأنهم لا يقدرون على تحريف اللفظ. وقد يحرفون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيروونها بروايات منكرة ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأجل أن توافق أهواءهم وتوافق مذاهبهم، وهذا كثير في كتبهم، لأنهم حملهم التعصب لمذاهبهم وأقوال شيوخهم إلى أن يروا الأحاديث بروايات منكرة لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حتى في القرآن. فإن منهم من حاول أحد القراء السبعة في أن يقرأ قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، بأن يقرأ لفظ الجلالة بالفتح: وكلم الله موسى، فيكون موسى هو الفاعل، ويكون الله جل وعلا هو المكلم، لأجل أن لا يثبت أن الله يتكلم، لأنهم ينفون صفة الكلام، كلا صفة الكلام عن الله جل وعلا، فيكون الذي كلم هو موسى، كلم الله. فقال له ذلك المقري: هبني قرأت هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، فماذا تقول في قوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فحينئذ انخصم الفاجر وانقطع. نعم.